وباليد اليد اليد وباليد اليد اليد وباليد اليد اليد نوائل صال الزمان نبدا يوما ننتصر. اليوم الجبهة الاجتماعية نادت على المستوى الوطني لتخليد ذكرى 20 فبراير، وطبعا المحور الأساسي هو إسقاط الغلاء ومناهضة الغلاء. اليوم شعبنا تيعرف واحد الموجة ديال الغلاء غير مسبوق، هو انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، هو اعتداء على ما غنقولكش على جيب المواطن، على القود المواطن، بل على الكرامة ديال المواطن. للأسف أن المواطن الآن وخاصة اللي في السبيك واللي فايت السبيك ما بقاش قادر يوفر القوت البسيط لوليداته، ما بقاش قادر يوفر الحد الأدنى لوليداته. هاد الوضعية كترجم واحد الوضعية ديال السيبة، على السيبة لأنه الحكومات دارت باش تهز الضربات على شعوبها. اليوم المواد عندنا أولا قليلة بسبب أنها كتصدر موجهة كاملة للتصدير بشكل كبير، المواد الفلاحية كتخلي السوق في واحد العجز كبير، ثم أن حتى وهي مصدرة ناخذ مادة طماطم مثلا كتصدر وكتباع للخارج وفي دول أخرى بأقل من الثمن باش كيشريها المغربي. إذا شنو هنا؟ واش تكلفة الإنتاج؟ شنو هي؟ لا، هذه السيبة، هذه مضاربات خارج القانون. وحنا هنايا باش نقولوا بأن رحنا ما نسيناش الحركة ديال 20 فبراير، بأننا ما زلنا أوفياء الروح ديال الحركه ديال 20 فبراير. هاد الروح اللي كتجسد في شعار ديال الكرامه، الحريه، المساواه والعداله الاجتماعيه، وكتجسد كذلك يعني في شعار ديال المطالبه باسقاط الفساد والاستبداد. حنا اليوم هنا باش نقولوا بانه مع الاسف ماشي العام من بعد الحركه ديال 20 فبراير مازال الاستبداد والفساد سائد في هاد البلاد، ولهذا حنا طبعا غادي نستمروا، لاننا بما اننا الديمقراطيه هي شي حاجه اللي حنا متشبتين بها، وبالتالي حنا متشبتين كذلك بمناهضه الفساد والاستبداد حتى يتم يعني الانتصار ديال الشعب المغربي في المعركه ديالو الطويله النفس من اجل الديمقراطيه. حنا هنا اليوم كذلك بهذه المناسبه هو اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، واليوم 20 فبراير اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهذا اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية تنحيوه والشعب المغربي كيعيش واحد الأوضاع يعني متردية على المستوى الاجتماعي. فنحن جميعا نعرف لأنه جميع الوسائل ديال الإعلام كتداول هذا الموضوع، وكلنا كمغاربة ملي كنمشيو السوق كنتداولوا هذا الموضوع، هو الموضوع ديال الغلاء. اليوم كنحضروا الوقفه ديال 20 فبراير، اولا للذكرى، لان 20 فبراير مرات عليها 12 سنه، وحنا تعودنا على ان كل الذكرى ديال 20 فبراير تنخرجوا. المساله الثانيه هو اننا نريد ان نؤكد على مشروعيه وشرعيه المطالب ديال 20 فبراير اللي مازال المغاربه حاملينها اليوم لمده هاد 12 سنه، حملوها بصور مختلفه وطنيا جهويا محليا، وشفنا الحراك ديال الريف، حراك ديال الجراده الى غير ذلك، اولا فئويا الحركه ديال الاطباء، الحركه ديال الاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد الى غير ذلك. دونك هي اشكال وصيغ مختلفه، ولكن كلها كانت المرجعيه ديالها المطالب ديال 20 فبراير اللي هي مطالب الحركه الديمقراطيه والحركه الحقوقيه قبل 2011 وبعد 2011.